السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا المهرجان اللي كاين في مولاي عبد العمغار، أنايا كنشوف أن سوء تنظيم أول حاجة اللي كنشير ليه، أنايا سوء التنظيم وعادة الأخلاق ما كايناش عند لا قوات المساعدة ولا السيكيريتي اللي كاينين، الأخلاق ما عندهمش، لأنه الفض بواحد الكلام ماشي حضاري، واحد من قوات المساعدة خاصو يكون هو خاصو يكون من الناس اللي كيحيوا اللي كيجيو على بعضنا، ماشي يبدا يعاير ويسب الكلام اللي ما يتقالش. واحد من عندنا قال لي كل ما كانش عندك الزغب ابيض في وجهك ولا كذا ولا هادي نجفف بك ولا نجرجر بك الارض، هادي راه ماشي معقوله وهذا الشيء ماشي حق. وحنا الصحافه ديال المدينه الجديده ضايعين الحقيقه، نقولها لك، لان هاد الناس ما كيعتبروناش باننا صحافه، ولا ما كيعترفوا اننا مراسلين، ما كيعترفوش بينا حنايا. والسيكيريتي، انايا كنشير للسيكيريتي، لا اخلاق عندهم القوات المساعده، لا اخلاق عندهم، كلشي كلهم. هاد مولاي عبد الله زعما الفساد وما كاينش شي حاجه اللي غادي تحط عليها راسك، وهذا الشيء كلشي سرقه واستبداد، والمال الغير كياكلوه. هادشي زيتو بزاف زيترو هادشي، والله يدير الزويل ديال الخير، وعاش ملكنا، الله يخلي لنا سيدنا، والله يحفظه لنا.